يصاحب هذا المخبز أن يجمع الحطب في هذه الغرفة المجاورة لمحله، ويجلبه من مناطق ريفية بعيدة ليعمل عليها مخبزه بدلا من مادة الديزل أو الغاز. فانعدام مادة الديزل واختفاء مادة الغاز في مدينة حجة بصورة ملفتة تسببتا في أزمة خانقة أثقلت كاهل المواطن وأثرت على أداء بعض المحلات الخدمية. لكن احنا استخدمنا الحطب لعدم وجود التيزل، وثاني حاجة الحطب قدو أفضل من التيزل من المواد، وحتى المواطنين انهم بيشتاقوا اليه وبكثره وبيجوا زباين. وثاني حاجه من تواجد الحطب، التيزل ما بنحصله، لا تيزل لا غاز لا ركام قدام هذه الايام، فقد احنا مضطر انه حطب متواجد ولا ننقطع على الناس من الكتم. هذه حاجه ضروريه عيش. إقبال الناس على هذا المخبز والتزاماته مع بعض المؤسسات على صاحبه يناشد الجهة المعنية بتحمل مسؤوليتها في توفير المتطلبات الرئيسة لسد حاجات المواطنين. رسالتي أنهم يوفروا للمواطنين ما تتيزل الغاز ليتمكنوا من عمله. بدأت الحطب هو تعرفني، أما الآن يعني الأمور مستمرة خلاص تمام، وإحنا الوحيد المحافظة في الفرن هذا الشهر حطب. والباقيين كلهم مشترك، يعني نعمل الحطب جنب الغاز جنب الديزل بس، يعني مساعدة بس، أما هنا الحطب صافي مستمر. الفترة القديمة والناس ما كانوا يشتغلوا بعدن الحطب صافي من قبل، يعني هذا الفترة القديمة اللي كانوا في البيت جميع الأفراد. ويعكس هذا النموذج الحي واقع مدينة حجة خلال هذه الأيام ومعاناتها المتواصلة مع أزمة المشتقات وكثرة انقطاع الكهرباء وغياب دور الدولة تجاهها. عبد الحميد الأشول لبرنامج أضواء سهيل، محافظة حجة.